في إطار جهوده الإنسانية المبذولة، وزع مكتب المشروع العربي في العراق مساعدات إنسانية وسلات غذائية على عدد من العوائل المتعففة والفقيرة. مكتب المشروع أكد توزيع المساعدات على العوائل المحتاجة في مناطق البغدادي والصوفية وسط تأكيدات على استمرار المشروع بهذه المبادرات التي من شأنها مساعدة بعض العوائل على مواجهة الظروف الحالية الصعبة المتمثلة بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا وحظر التجوال. توجيه من زعيم مشروع العربي في العراق الشيخ خميس الخنجر قام بإرسال سلات غذائية إلى مكتب مشروع العربي في الأنبار وإلى أعضائه والعوائل المتعففة قمنا بتوزيعها في منطقة الصوفية ومنطقة البغدادي على العوائل المتعففة. باعتبار أنه إحنا أعضاء من أعضاء المشروع العربي، نشكر الشيخ على هاي المبادرة من المساعدات بالنسبة للفقراء والأيتام وذوي الدخل المحدود بهاي السلة الغذائية اللي ساعدت الناس الفقراء.